Of course, my dear. دي النهاية اللي احنا عارفينها، كل الناس بتتمنى ان هم يفضلوا بنفس الشغف لغاية اخر عمرهم، بس كتير بيفضلوا كده؟ نتوقع كتير بيفضلوا كده؟ لا مش كتير. طب عشان نعرف ليه هم مش كتير لازم نعرف الناس دول كانوا في انهي مرحلة في الحب. عايزين نعرف ان الحب عبارة عن مراحل بيولوجية، تغيير هرمونات، يعني مش المنظر اللي احنا شايفينه فوق كده وقلب، لا ده شوية هرمونز بتتغير جوانا وبتتحكم في تصرفاتنا. وعشان نحل السؤال بتاع احنا بنحب بمزاجنا ولا لا، فاحب اقول لكم احنا لا، احنا بنحب مسيرين مش مخيرين، الهرمونات بتتغير وبتتحكم فيه. الحب زي ما قلنا ثلاث مراحل، هنقولهم بالترتيب وهنشوف ايه اللي بيحصل لنا. اول مرحلة، مرحلة الرغبة، اسهل حاجة خالص، دي اللي بتحكم فيها السكس هرمونز او هرمونات الذكورة والانوثة، بتبقى عبارة عن فانتازي، قصة خيالية، انا بنجذب ناحية شخص تحت اي اعتبار وبعمل حواليه قصة وبأسقط عليه كل الصفات اللي انا بتمناها فيه. بتفضل المرحلة دي لغاية لما يبتدوا يتعرفوا ببعض حقيقي وتبقى المرحلة التانية، المرحلة التانية اللي غالبا انتوا دلوقتي قبل الجواز فيها، اسمها الانجذاب الاتراكشن، اللي هي مرحلة الذوبان الكامل والهوس والانشغال التام في الشخص اللي انا بحبه، ما بشوفش حد غيره، ما بسمعش حد غيره، ما بفكرش الا فيه 24 ساعة من اول ما اصحى لحد ما انام. بتحول لمدمن ليه بس مش تحت السيطرة، فيش حد في العالم يقدر يهندل الوضع زي ده، انت بتحب ومعاك ربنا. الهرمونات اللي هنا كتير، هم أربعة، ثلاثة منهم عاليين أوفر وواحد قليل قوي، العالي واللي قليل بيودونا في ده، هنشوف كده. أول حاجة الدوبامين، هرمون المتعة والإدمان، ده اللي بيعمل جرعات عارمة من السعادة والنشوة، الإنسان بيبقى شايف إن هو أسعد إنسان في التاريخ، ولا نوم ولا أكل، عشان كده اللي بيحبه بيخسه واللي بيفركشه بيتخن للأسف الشديد. ولا عزاء للسناجل، ده لسه هنشوف هما بيعملوا ايه. الدوبامين بيعمل ايه؟ هو حلو قوي بس مفيش متعة خالصة على سطح الارض، بيقعد يدوب 20 ثانية وبعدها تبدأ اعراض الانسحاب زي المدمن بالظبط، وابتدي الف وراه في كل حتة. مش كده بس، نستنى، في هرمون اسمه الفينيل ايثيلامين، ده تاني واحد، هرمون المتعه اللي في الشوكولاته، انا ببقى مع اللي بحبه كاني ماسكه بار اوف شوكليت قاعده طول النهار، ده مسؤول عن حاله الهيام والافتتان في اللي انا بحبه. تعرفين اللي بحب شكله ازاي؟ كده والله، وبتعرف، عارفين سمير غانم لما كان بيقول اللي بياكل فول بيبقى معروف، اللي بيحب بيبقى معروف. طيب ثالث هرمون الادرينالين، اللي هو هرمون الاثاره اللي بقى في الحرب، الواحد قلبه بيدق، ريقه بينشف، ايديه بتترعش، وكيانه بيتلخبط، برضه واقف كده. لحد هنا الامور مسطوره. يجي بقى الهرمون الرابع السيروتونين، اللي هو هرمون السعاده، للاسف بيبقى قليل قوي، بيبقى الانسان زي الموسوس بالظبط. نشوف البنوته الغلبانه دي، مش هفكر فيه. اللي بيحصل ايه؟ تصحى من النوم تفتح صور بروفايل، وبعدين على تويتر، وبعدين على الانستجرام، وبعدين على الواتس، بقى نعرف صحي امتى ونام امتى وكان اونلاين امتى، خلصنا اللفه الحمد لله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي من اول وجديد. هنا الناس دول الناس ما بتبقاش طايقاه، بس والله ما بايديهم، هقول لكم ليه، هنشوف كده. عارفين العبارة الأشهر في زمن الفن الجميل، اقفلي اقفل انت الأول، اقفلي اقفل انت الأول، ده دلع مش كده؟ دلع المفروض محدش يعمله، ايه الهبل ده؟ عايز اقول لكم والله غصب عنه. ليه بقى؟ الإنسان وهو بيتكلم اللي بيحبه الدوبامين عالي، الدوبامين ده هرمون المتعة والإدمان، يعني أنا مش قادرة أبطل،
وانا عارف كويس قوي اول ما هقفل هينزل الدوبامين بعد 20 ثانيه وهتبتدي اعراض الانسحاب زي المدمن اللي خده منه المخدر، الم لا يستطيع واحد وصفه. لكن هنا بقى طبعا السناجل يمسكوهم وسكرين شوتات بقى وقالوا مش عارفه ايه بتاع، دول غلابه عارفين ام كلثوم بتقول اهل الحب صحيح مساكين، والله غلابه. طيب هنقول حاجه بقى تانية، ان طلع في الفانكشنال ام ار اي او اللي هو رنين المغناطيسي الوظيفي، لقوا ان الانسان لما بينطق الاسم الاولاني اللي بيحبه بيقوم يعلى الدوبامين. يعني مثلا ساره بتحب محمد، تصحى الصبح قالوا انت عارفه يا فلانه ان محمد عمل كذا وكذا، طيب خلصنا اتردت الدوبامين بعد ما قفلت نزل، تقوم متصله بالثانيه قالوا انت عارفه ان محمد قال كذا وكذا، قفلنا طول النهار. هنا جوازهم رحمه للي حواليهم. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما رايت المتحبين مثل النكاح، جوزوهم وخلصوا منه. الناس بتفضل في المرحله دي شغلين اللي حواليهم كده من 6 شهور لماكسيمم 4 سنين، يختفوا مع بعض وبعدين يرجعوا بقى يهلوا علينا لغايه امتى؟ بعد ايه؟ لما تبتدي المرحله الثالثه. المرحله الثالثه ديت اللي هي مرحله الارتباط اللي هي الموده والرحمه. ربنا قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعلنا بينكم موده ورحمه. السكن وقال مواد ورحمة، ما قالش قد شغفها حبا زي ما وصف حب امرأة العزيز لسيدنا يوسف عليه السلام. طب ليه؟ لأن المفروض هنا نوع تاني من الحب، المفروض هنا ننزل من رولر كوستر اللي احنا كنا فيه علشان نربي الأولاد. ناخد بالنا ان الطفل عند الإنسان هو أضعف المخلوقات على الإطلاق، بيقعد 20 أو 25 سنة على بال ما يقدر يكسب رزقه بنفسه، فربنا سيستملنا نظام هرموني يجبرنا نكمل مع بعض. اللي بتحكم في المرحله دي بقى دي اهم مرحله بالنسبه لنا، شئنا ام ابينا على قد المتعه اللي شربناها في الاول دي المرحله اللي احنا هنكمل فيها. بتحكم فيها نوعين من الهرمونات اوكستوسين وفازوبريسين، هم اللي عاملين كل المشاكل اللي بتحصل، وهم اللي عاملين ان الناس بتحبط قوي بعد الحب العظيم ومحدش حب زينا بقى وكل الكلام المهرجانات ده. لا ده الحقيقه، ده ما نواجهه. عندنا اوكستوسين وفازوبريسين، اوكستوسين اكتر في الستات والفازوبريسين اكتر في الرجال، نشوف انه الاحسن. نشوف حاجه بقى دي اسمها البراري فولز او فئران الحقل، اكتر مخلوقات اتدرست عليها الهرمونات دي. ليه؟ لان هم من الحيوانات اللي بتسلك سلوك المونوجامي او الزوجه الواحده. ناخد بالنا وبالذات العريس الجديد الزوجه الواحده، ودايما كانوا بيشوفوهم قريبين قوي كده من بعض، الاسره السعيده شوفوا عاملين ازاي، ولقوا ان الهرمونات بتاعتهم تشبه الهرمونات اللي بتحصل للانسان بعد الجواز. نبص هنا على الانثى قاعده باطمئنان جنب ولادها، هنا الاوكستوسين عندها عالي قوي، هنشوف الاوكستوسين بيعمل ايه. الذكر قاعد جنبها بس بيعمل سكان او مسح للمنطقه وعنده تحفز لاي عدوان محتمل. ناخد الاوكستوسين، اهم هرمون على سطح الارض، مش تحيز، هو الهرمون ده السبب في ان احنا موجودين على سطح الارض منذ بدء الخليق، وهو السبب في ان احنا قاعدين مع بعض النهارده. ده اللي بيفرز في 6 ساعات الولاده، هو اللي مسؤول عن اخراج الجنين للحياه، هو اللي بيفرز اللبن، هو اللي بيعمل البند او الرابطه بينه وبين امه عشان ياخد الحنان. الحنان الام اساسي لصحه الانسان النفسيه وبيخليه يقدر يواجه العالم وهو حاسس ان انا مخلوق جدير بالحب وان العالم مكان امن. هو اهم هرمون، بس اللي بيعمله في الحب حاجات في منتهى الجمال. 3 حاجات كفايه قوي ان الانسان يقدر الزوجه بتاعته. اول حاجه بيعمل طمانينه. نقول حادثه بدء الوحي الشهيره ونشوف ربنا كان عايز يعلمنا ايه. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل على خديجه فقال زملوني زملوني والله اني خشيت على نفسي. قالت كلا ابشر فوالله لا يغزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نواب الحق. قالت له ابشر، ما قالتلوش ما تخافش. الزوجه الاوكستوسين عندها عالي بتبقى هي نفسها مطمئنه وبتنقله الطمانينه، ان ما فيش خايف بيطمن خايف وما فيش غرقان بيطمن غرقان. بيعمل حاجة مهمة قوي، بيعمل سلوك الزوجة الواحدة المونوجامي زي ما قلنا عليه والإخلاص للشريك. عملوا تجربة، جابوا 2 مجموعة من الرجالة، مجموعة ادولها بخاخ الأكسوسين ومجموعة ادولها بخاخ فاضي، ودخلوا اجتماع عمل في بنات حلوين. المجموعة اللي واخدة الأكسوسين لقوا ان هم بعدوا 15 سنتي اكتر من البنات الحلوين عن الناس اللي مش واخدين، ولما عرضوا صور زوجاتهم جنب صور البنات الحلوين اللي واخدين الأكسوسين بصوا على صور زوجاتهم، اللي مش واخدين الأكسوسين بصوا على صور مين. ثالث حاجه واهم حاجه على الاطلاق، ان هو بيعمل حمايه لعضلات القلب واعاده بنائها بعد الازمات القلبيه. نفس الفيران جابوا صوره الفار الصغير، دي عضله القلب بتاعته
هناك يس أمون اللي على الشمال دوت اللي هو عضلات القلب في الفيران الصغيرة، اللي بعدها عضلات القلب عند الفيران الكبير في السن، وطبعا باين عليها علامات تقدم السن والضمور شوية. الفيران كبيرة السن لما حقنوها بالأكسيتوسين لقوا عندها ريجنريشن أو استعادة حياة بالمنظر ده. الأكسيتوسين فعلا ثبت أنه له دور في الحماية من أمراض القلب اللي بتكتر في الرجالة كبار السن. يعني وجود المرأة في حياة الرجل بيحميه من الأزمات القلبية. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وربنا قال في الإنجيل امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ. لما يبقى عندك في البيت واحدة وجودها بيحميك من أنك تعمل قسطرة في القلب وعملية قلب مفتوح ومجد يعقوب بقى والكلام ده، يبقى فعلا ثمنها يفوق اللآلئ. بس تو جود تو بي ترو في جانب مظلم قد كده، هو في إن هو بيعمل إن الست ما تنساش الذكريات المؤلمة. يعني مثلا الست اللي حضرتك في كل مناسبة تجيب لك القديم والجديد القديم والجديد، دي ست بتحبك. طب نقيسها شوية نكد ولا مجد يعقوب؟ النكد زي الفل والله. طيب في حاجة بقى، ان احنا ما ناخدش الاكسيتوسين ده فور جرانتد. يعني اوعى تفتكر ان هو العطاء ده بلا نهاية. الاكسيتوسين من الحاجات اللي افرازها ابيجيناتيك. يعني ايه؟ يعني ان بتغير افرازه تبعا للمردود العاطفي اللي انت هتقدمه للست. بعد شويه من اختزلنا المرارات المراه عطائها العاطفي بيقل، ونلاقي هنا الراجل ابتدى يرجع تاني يحس انها راحت منه، يبتدي يحس بالحب الباشنت اللي هو الادمان والوسواس. بس نقول حاجه بقى، في الحاله دي مهما حاول مش هترجع زي الاولانيه، لان الجين اكسبريشن او التعبير الوراثي بتاعها هتغير، فهترجع واحدة جديدة. وكما يقول مدحت صالح، أنا مش أنا، أنا واحد تاني غير اللي عرفته زمان. يستاهل. نيجي بقى على الفازوبريس، ده الحب عند الرجالة وده كفاية بس يروح الشغل ويجيب فلوس. الحب عند الرجالة مرتبط بالحركة والحماية، الحماية الجسدية أحمي مراتي، والحماية المادية أوفر لها الماء، وكده أنا زي الفل. يعني أجمل كلمة رومانسية بيقولها الرجل إيه؟ أنا بجيب لك فلوس. يعني عبد الحليم حافظ، انا بجيب لك فلوس. وببقى متخيل يعني هو مصعوق في ايه، انا جايب لك فلوس. فالمهم هو هنا بيترجم عنده ان هو انا جبت فلوس زي الفل. بيحصل مشاكل بقى، تقول لك ما بيقعدش معايا. الست لو قالت ما بيقعدش معايا نحلها لها ازاي؟ نقول لها هو مش هيقعد معاكي. من الاخر يا حبيبتي هو مش هيقعد معاكي. اذا قعد هيبقى حاجه بسيطه عشان يرضيكي، لان الترجمه عنده انا جبت فلوس. تقول لك طيب انا عايزاه يقعد معايا، نقول لها بصي حضرتك لو جبتي احسن ثلاجه فعلا مريحاكي قوي، ممكن تيجي تقولي هي حلوه قوي بس ما تغسلش الهدوم. هي عمرها ما هتغسل هدوم. ليه؟ بيكوز انها ثلاجه مش هتغسل هدوم حضرتك. طيب يبقى الحل ايه؟ الحل ان احنا في المرحلة الثالثة احنا رضينا وكل حاجة، بس الانسان عايز الحب المرحلة الثانية لانه ادمان. خلاص نرجع له الدوبامين اللي هو بتاع الادمان. الدوبامين له طرق كتير. اول حاجة العلاقة الحميمة، ودي مهمة جدا نزودها نهتم بيها نتعلم عنها. الرحلات، الرحلات مع بعض اللي الدوبامين بيبقى فيها عالي، زي رحلات العمرة اللي بيطلعوا الدير مع بعض، اللي بيعملوا مديتيشن مع بعض. التجديد والمفاجآت، النوبل ديتس، الاعمال النبيلة ما بين الزوجين، زي اللي بيفتح باب العربية لمراته. المزيكا، المزيكا. زمان كانت الناس بتسمع حفلة الست في الخميس الأخراني من كل شهر قدام الراديو مش التلفزيون، كان في اي كونتاكت تواصل بصر، ويحصل ارتباط ما بين الدوبامين اللي ناتج عن الأغنية وما بين قعدتهم مع بعض فيدمنوا بعض. مليون طريقة لو احنا عايزين نحافظ على الحب. في النهاية بنقول الحب من أكبر النعم اللي ربنا بيديها الإنسان، ومن الأدب مع الله أن نقبل هدايا. ليوناردو دافنشي كان بيقول A life without love is not a life at all. الحياة بدون حب ليست حياة على الإطلاق. باولو كولو بيقول We have the right and obligation to live a fairy tale for adults at least once in our lives. إن لنا الحق بل يتحتم علينا أن نعيش قصة حب خيالية على الأقل مرة واحدة في حياتنا. لأن الحياة بدون حب هي حياة لم تكتمل. والمحظوظين فعلا اللي هم عاشوا تجربة الحب. الحب محتاج شغل. ينفع اقول انا اتجوزت وخلاص كده تمام؟ لا، هشتغل على علاقة علشان اقدر انجحها واخد اكبر قدر من السعادة الحياة تقدر تقدمه لي. وشكرا.